speck of wildfire, okay? Thank you.
See you next. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم سعيد من ولاية نيوجيرسي في أمريكا، ومرحبا بكم في هذا الفيديو التقديمي لقناتي على اليوتيوب الجديدة القديمة. في الحقيقة هي قناة قديمة تاريخيا، والاسم القديم ديالها هي سعيد أونلاين، كانت قناة تعليمية. الآن درت واحد التغيير للاسم ديالها 360 Outdoors، والمحتوى ديالها أيضا اللي غادي يتبدل، وغادي تولي قناة ترفيهية. قناة ترفيهية غادي نقوم بتسجيل الأنشطة اللي كنديروها هنا في هذا الوسط الأمريكي الخصب كما ترون، في الحدائق، الغابات، الجبال، الأودية والأنهار وما إلى ذلك. الأنشطة غادي تكون هي الطبخ، الفيشين اند هانتين، الصيد والقنص، هايكين، المشي على الجبال، يعني ربما جميع الأنشطة اللي ممكن تبان لنا في المستقبل مفيدة وممكن ننتج بها فيديوهات. وأخص بالذكر هنا الطبخ اللي غادي نحاولوا إن شاء الله. الطبخ سيكون outdoor 360 outdoor، يعني خص يكون خارج البيت خصوصا في الحدائق والغابات. وأخص بالذكر الباربيكيو اللي هو النشاط الرئيسي تقريبا اللي كيديروه جميع الناس، وغادي نحاولوا باش ندمجوا فيه ما بين الطبخ المغربي والطبخ الأمريكي، ونحاولوا ايضا باش الفيديوهات ديالنا تكون فيها شويه ديال الطرافه باستعمال بعض المواد المهجوره اللي مابقاوش الناس كيستعملوها، او باستعمال بعض المواد ربما تكون حديثه واغلب الناس مازال ما عارفينهاش. اذا كنظن تكون الفكره وضحت على موضوع هذه القناه. رجاء 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 ووداد انخرطوا في القناه، وشاركوا روابط الفيديوهات ديالنا لأصدقائكم وأفراد عائلاتكم. So welcome to my channel. Please make sure to subscribe to my channel and activate the bell button so you can receive notification of my new videos. And please make sure to share the link of my videos to your friends and family members. Again, thanks for watching. See you next.